اليوم 25 نوفمبر 2019، إنه ثاني أيام فعاليات الصالون الدولي للسياحة والأسفار في طبعته 20. لازال قصر الثقافة مفدي زكريا يحتضننا، ولازلنا نحتفي بهذه الفعالية رفقة محبي الصناعات التقليدية ومختلف الحرفيين أجانب وجزائريين، ولنا لقاء بعد قليل. الأجواء رائعة رفقة ضيفتي، أهلا بكم مجددا. لازال قصر الثقافة مفدي زكريا كما قلت يحتضن فعاليات الصالون الدولي للسياحة الذي يتواصل إلى غاية الغد 26 من الشهر الجاري. هنا منافسة رائعة لعرض أحسن وأجود المنتوجات الوطنية والأجنبية. أتشرف في هذه الصبيحة بحضور ضيفتي جزائريتان جميلتان مبدعتان، أكيد هما كل من السيدة نعيمة شريف وهي صاحبة مؤسسة لصنع مواد التجميل الطبيعية خاصة. مرحبا نعم. بك نعيمة. مرحبا بك، شكرا على هذا العرض. نعم، أنا في مواد التجميل الطبيعية، في صناعة مواد التجميل الطبيعية. نعم، راح نتكلموا أكثر في هذا الموضوع، لكن نرحب أيضا ضيفتي سيدة سارينا وهي صاحبة شوروم ومصممة في الخياطة الرفيعة. أسلامة ومرحبا. الله يسلمك، لي الشرف بوجودي اليوم في هذا الصالون بين يعني كل هذه الأشياء الجميلة، والحمد لله وقبلتك أنت. الله يسلمك. الله يسلمك، مرحبا بك. الحقيقة الصالون جميل بكل ما راكو تعرضوا فيه، بكل ما تقدموه وبكل هذا الإبداع، والدليل هو هذا العدد الكبير من الزائرين. الصالون في طبعته 20 حمل العديد من المصممين من المبدعين ومن الحرفيين الجزائريين، وخاصة الجديد هو أنه أصبح المستهلك الجزائري يميل إلى كل ما هو طبيعي. سيدة نعيمة، أنت مختصة في صناعة مواد التجميل الطبيعية، حبينا على هذه التجربة والمؤسسة الناشئة. هذه المؤسسة درتها مع طرف اللونساج، عندها قريب 15 سنة وهي في وانا 15 سنه رانا في هذه الخدمه. حنا على الاول بدنا نديروا ليكسبلواتاسيون تاع لي زارجيل، كما تعرفي بلادنا راهي لي ريش اون ارجيل، دونك بدينا او ديبي نيكسبلوات الارجيل في الصحراء، ومن بعد بالعقل بدينا نديروا لي ماسك، ومن بعد درنا صابون زائر كان بكري مفقود، ما كانش كان ديجا راح دير مي نيكزيستي با إني راح ان سارتان طون الى ديسباغو هذا البرودوي هذا. وشنو درنا له اون رونيسانس كما نقولوا، مولود جديد. هو كان ديجا من قبل كانوا بكري يخدموا به يغسلوا به، وكانوا يخدموا في امهاتنا كانوا يصنعوه بعد في المنزل. وحنا تطورنا به ودرناه ان سافون دو لوكس مانا، صافي 15 ans كي ليكزيست نوتر مارك. وبالعقب العقد لنا مواد تجميل طبيعية كما ماورد، كما صابون، كما نقولوا احنا صابون حجرة، و بليزيور شوز. ونديروا ثاني دوكا كما نقولوا حنايا نقولوا دي كيت بيرسوناليزي، كيما حبت تعروسها تتزوج ولا وحده عندها مهيبه ولا خاصه الوقت اللي رانا فيه ربما العرايس تاعنا عندهم اكيد اكيد يحبوا كثير هذه المواد. الله يبارك في دي مامون. دونك عندنا بزاف، عندنا الطاسه تاع النحاس، عندنا المحبس، عندنا الضوايا، عندنا الطفال، هذوك كل نخدموهم ونديروهم تبوقة العرايس ولا بور لو بليزير بيرسونيل. يعني ماشي فقط صناعه وفقط، ولكن احياء التراث من هذا، لانه نعم. ربما سيده نينا تشاطرني الراي، العادات والتقاليد في فتره ما ربما تخلينا عليها، خاصه أكيد. مع هذا الجيل اللي سواء بالنسبه للباس التقليدي ولا الحمام ولا لوازمه، واش رايك؟ هذا الشيء يعني سي تريست، يعني كي نشوفوا البنات تاع الدوق هكذايا ما يهتموش كثير بهذه التفاصيل هذه الصغيره اللي عندها اهميه كبيره. يعني احنا والدينا ربونا نضنا على هذا الشيء، يعني هذه الاشياء يعني عندها تاريخ
تاريخ عريض يعني وعندها بنة وعندها يعني حاجات اللي ما نقدروش نتخلوا عليها هكذاك. يعني هما الوالدين لازم يعني هما اللي لازم يترانسميت لولادهم يلو اكسبليك هاد لامبورطانس هاد لي برودوي كامل ناتورال اللي كانوا ناس زمان يستعملوهم وعندهم فائدة كبيرة كذلك. حتى في اللباس التقليدي يعني ناس كان كنت نشوف يجوني ناس هكذا دي بتيت جون في يقولوا لي نختاروا دي روب دو سوار يقولوا ما علاش ما تعملوش كويطه لا لا حاجه قديمه يعني ما نحبوش نبانوا شغل عجايز. عفوا حتى اذا استعملوا اذا لبسوا لباس تقليدي لكن مثلا ما تلقايش تلقاي لي زابليك بدل من العمل يدوي تلقاي دي بيرل بدل من مثلا نجوم وكنتير ولا هذه الامور اللي اختفت صح اختفت يعني دوق رجعوا يشريوا بالمترا ويلصقوا والله بصح حاجه باينه بين العمل اليدوي والعمل اللي برك يشري وهذاك بالمتر والله ماشي حاجة جميلة أبدا ويتخيط بالماشينة يعني ما والله غير ماشي حاجة تاع ما عندهاش قيمة صح. يعني أنا الحاجات اللي نعملهم أعوذ بالله من قلت أنا يعني كلش باليد وكلش يعني حتى لو ديسان أنا نختار على لو ديسان الرسم مع الكراكو على يعني بزاف اشياء يعني ندقق في هذه التفاصيل اللي عندهم اهميه وكي تخلص اللباس هذاك يخلص يعني ما شاء الله الحمد لله ولي الشرف اني فزت بالجائزه. نعم حدثينا على الجائزه. يعني لو بري ناسيونال اختاروني انا يعني ستيليست على تو لو تيريتوار الجيريان يعني هذا شرف ليا وما نقدرش نقول لك في ولايه بشار اعتقد في ولايه بشار عملوا الحفل. نعم. يعني طموا وساو النهار تاع لارتيزان لاجور journée de l'artisan, ils ont récompensé les 6 lauréats و المولود المولد النبوي الشريف يعني كانت حفلة ما شاء الله يعني حاجة تقعد في للأبد يعني في الذهن والحمد لله يعني عملت بجهد و يعني عملت دي ريشيرش كانا يعني ماشي غير نخيط ولا نفصل فعلا. ولا يعني عملت دي ريشيرش والحمد لله يعني لي تخوا تونو اللي قدمتهم اختاروهم في ثلاثه يعني انا في بالي ياخذوا وحده يعني قالوا لي لا 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 ناخذهم في ثلاثه وهذا الشيء يعني انا فخوره به يعني والله لحمي يتشوك اكيد وفخر الجزائر ايضا لانه المنافسه فخر. لما تكون دوليه فاكيد الانسان راح يكون عنده أكيد. اشياء اللي تمثل أكيد. الجزائر الحمد لله. نرجع الموضوع مهم بالنسبة للمواد الطبيعية سيدة ناعمة تلقوها بسهولة أم أنه تعتمدوا على المواد ربما اللي يجيبوها من الخارج أو لا هذه المواد الطبيعية هي من الجزائر هي نجيبوها من الجزائر عندنا une autorisation de ramassage au niveau du ministère des mines donc كيما لارجيل on fait le ramassage عندي خدامين في الصحراء يجيبوه لي en pierre. On fait le triage, on trie, on va faire le concassage, on va faire le broyage, on va faire des analyses quantitatives et qualitatives. Je ne trouve pas que la matière, le machine, fait le daroli à l'insane. On va faire qu'on conditionne. C'est qu'il y a tout un cheminement de travail. Et avec l'argile, on dit le savon dégraissant. Là, on fait le مع لي غراند سوسيتي تاع لوتوموبيل كيما لا سيرفي لي تيزا دونك سي ان شينمون دو ترافاي فوالا وكل اللي تشوفيه هذا المصنوع هذا فيني هنا اللي تشوفيه كامل مواد منا من الجزائر طبيعيه وجزائريه 100% وحاجه نقول لك بهاد لي برودوي هادو ما يتسو ام يصدروا للخارج يعني حتى طريقه التغليف هاد المواد يعني جميله جدا ومشرفه وتقدر يعني تتصدر للخارج فيها في الخارج بشكل طبيعي جدا ووصلت الحمد لله لي جي كري ان انتربريز في فرنسا ا مارسي ميم ودرت ان سيت دو فانت en euros, il est actuellement opérationnel.
والحمد لله راني سي با دي كونتينر مي الحمد لله جو في رونتري كلكو دينار. دائما مشوار الخطوه يبدا المشوار الالف ميل يبدا بخطوه يعني نبداو شويه وبعد الحمد لله هو شويه صعب الخدمه باسكو صعبه هي ديليكات كي ديري حاجه بور لا بوتي دونك سي ديليكا يفو دي اناليز يفو ان سويفي لا يفو ان سويفي الحمد لله جي ستركتور دونتربريز جي نخدم بال افيك امور اي جادور سكو جو في هو اللي يحب العمل نتاعو الميدان نتاعو دائما راح يتعب يتقن يعني سيدة ساري الألوان اللي راهي مطلوبة موديلات اللي راهي مطلوبة في السوق الجزائرية اليوم يعني ربما حدينا عن زائرين المعرض وش طلبوا واش مالوا أكثر يعني شوفي أنا الحمد لله ربي سبحانه خلقنا ألوان طبيعية في الطبيعة ما شاء الله يعني هما سي اون كيسيون دو غو يعني أنا الخدمة ديالي نخدم على حساب تو لي غو نخمم كاين اللي تحب الأحمر كاين اللي تحب الأسود كاين اللي تحب لو دوغي كاين اللي تحب يعني أنا نعمل كل الألوان جو توش تو هكذايا كي تجي الزبونة تختار ما تحيرش يعني حتى تحير يعني كل الالوان يعجبوها والموديلات يعني تحير تقولي عاونيني يعني عاونيني باش نقدر نختار وهذا الشيء يفرحني كثير انا ما عنديش مشكله في هذا الشيء خاطر نعرف نمزج بين الالوان الحمد لله تعلمتها يعني عندي 35 سنه أهم أثر نجاح فوالا اكيد عندي 35 سنه وانا نعمل يعني عملت حتى لا بسيكولوجي يعني نعمل حتى كي تكون الزبونه هكذاك شويه ما تعرفش يعني نوجهها ما نعملش غير الخياط يعني نوجه الإنسان نعطي له معلومات على الكور ديالها نفهمها وعلاش يعني لازم هذا الموديل يولمها هذا اللون وعلاش على البشرة ديالها يعني هي فيه تعب كتير لكن حاجة نحبها يعني الحمد لله فيها une satisfaction à la fin كي تكون الزبونة فرحانة أنا نفرح فعلا والحمد لله كاين شيء تحبي تحققيه سيدتي مدام أكيد عندنا كامل يعني كما يقولوا دي غيف ا رياليزي عندي يعني انا مدابية نصدر للخارج يعني يشوفوا الناس نكون هو الارتيست بطبعه مرآة بلاده مرآة بلاده من الجهة الثقافية يعني أنا مدابية الناس يشوفوا لا كاليتي أنا دي زارتيست دي كرياتور مانيفيك ما شاء الله يعني مدابية يشوفوا لي فغي كرياتور وش يخدموا بيديهم وش يبدعوا يعني خاطر في الخارج يشوفوا عندهم فكرة شوية غلطة على المنتوج ديالنا يعني أكيد خاطر ما نصدروش بزاف غير بين داك في الصالونات يعني يبعتوا هكذا شويه مي انا عمري ما بعتوني دوماج مي ان شاء الله ولا ربما يسمعوا النداء ديالي بصح تكون فخر ليا لو نقدم العمل ديالي في الخارج ويشوفوا لا كاليتي لا كاليتي يعني خاطر الالبسه ديالي ما يلبسوها الجزائريات ومام الاجنبيات يعني ان شاء الله نتمناو يعني هذا حاجه من لو غيف ديالي اللي مدابيه نرافقوك ان شاء الله تمثلي الجزائر في نربحوا عليكم ان شاء الله ان شاء الله سيده ساري نشكرك كثير انك الله يسلمك انا نشكرك احنا نتمناو لك كل التوفيق الله يسلمك ان شاء الله انا صراحه شفت الالبسه اللي راكي عرضتهم هنا والجناح متميز ان شاء الله الحمد لله الحمد لله بالمناسبه في الكواليس نرحبوا كل ضيوفنا اللي راهم حاضرين معنا في هذا البلاتو اجواء عجبتكم ولا روعه ضيوفنا يقولوا روعه اكيد وجود ضيوفي ايضا سيده نعيمه يعطيك الصحه نتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله الصالون الدولي للسياحة في الجزائر في طبعته العشرين فرصة لجلب الاستثمارات وعرض مستوى الخدمات. اليوم الحديث سيكون أيضا عن المؤسسات الناشئة، كيف تم مساعدتها ودعمها من طرف وزارة السياحة والصناعة التقليدية، وأين وصلت هذه المؤسسات، من يديرها يا ترى، وإلى أين وصلت الأشغال بها ومختلف نشاطاتها. في الجزء الثاني من لقاء اليوم يحضر معي كل من سيدة نسيمة بالرايح، وهي من بين مؤسسة مؤسسة ماجما
تعرفوا على التفاصيل بعد قليل، لكن نقول لك مرحبا بك. شكرا، مرحبا، شرفت بمعرفتك اليوم. ان شاء الله. الله يسلمك. معنا ايضا يسير طيبي، وهو من بين اصحاب ايضا مؤسسه ناشئه. على سلامتك، مرحبا بك. شكرا على الدعوة. شكرا انتم لتلبيتكم دعوة وحضوركم في الصالون والسير قدما إلى إنشاء مؤسسات تهتم بالشباب درجة الأولى ويديرها شباب أيضا. إذا تسمح لي نبدأ مع نسيمة، بين مؤسسي شركة ماغما، أولا على ماذا تعمل هذه الشركة؟ هذه الشركة لوبجيكتيف الهدف تاعها الرئيسي هي مساعدة لي بورتور دو بروجي، يعني اللي عندهم فكرة في جميع الميادين وبخصوصا ثانيك في الميدان تاع التوريزم، على إنشاء مؤسسة. لأن عندنا بزاف شباب اللي عندهم طاقات، اللي عندهم أفكار تاع باش يجسدها في الواقع. يمكن هو من الناحية نقولوا التقنية يمكن يكون متقدم فيها، بصح كاين أشياء لإنشاء المؤسسة، مثلا نقول لك لي زامبو، لاسيغونس، كل هذه المشاكل، الكرا، هذه الأشياء اللي ما يعرفهاش، يمكن هي ونسموها حنايا صندوق اسود اللي ما يعرفوش. والناس دائما تخاف من هذه الحاجه اللي ما نعرفهاش. فالهدف تاعنا حنا هي لاكومبانيومون، ونعرفوه بهذه الاشياء دابخي نوتخ اكسبيريونس. يعني الحمد لله حنا سبعه فونداتور، كل واحد مختص في مجال، كل واحد عنده خبره اللي يقدر بها يعاون هذا الشباب على انشاء المؤسسات. كي نقول ماهيش فورماسيون مي اكومبانيومون حتى سور تيغا، يعني حتى نروحوا مع حتى لادمينستراسيون حتى المؤسسات بور لا كرياسيون، يعني حتى ينشا كما نقولوا حنا لوجيست دو كوميرس، يبدا يبيع عنده لو بروميي كليون، تخلص المهمه تاعنا. يعني ليس تكوين لكن هو مرافقه. هي مرافقه، حنا نسموهم بزاف دي زاتولي دي ورك شوب، سي با دي فورماسيون. لانه مش نفورميه ويروح، لا بالعكس، نرافقه في كل ايتاب. وعندنا سكون ابل سبعه لي بوت كاب، اللي هما في كل مرحله حيتعلم حاجه، مثلا حتى في كيف يخير الفريق تاعو، حتى سكون ابل تيم بيلدينغ، ومن بعد الانشاء مثلا بروتوتيب ولا ديمو باش يروح ليها، كيفاش يروح لي صالون، كيفاش يروح لي زامبو ولا سيرونس، يعني كل المراحل حتى يبدا يبيع كما نقولوا، يكون غونطاب حتى يدخل السوق بصفه رسميه. لانه كاين اشياء وحتى سكون ابل نتورك بروفيسيونيل، يعني العلاقات اللي يكون شاب جديد ما عندوش علاقات، ما يعرفش، يكون حتى ماشي مطلع على البرامج ولا حتى على القوانين اللي حتكون تساعده. فبالاكسبيريونس تاعنا والاكسبيرينس تاع لي كونسلتون ثاني كي نخدموا معاهم، توت هاد ليكسبيرتيز وهاد المعرفه راح نعطوها لهذا الشاب المقاول لو بورتور ديدي. نعم. يسير طيبي ايضا شاب اللي هو من بين اصحاب شركه او مؤسسه ناشئه، صاحب شركه جولدن مومنت. نعم، هي اوقات من ما دهب. هي هذه الشركه؟ شركه جولدن مومنت اوقات من ذهب، البروبوز دي سيركوي، يعني لي فواياج في لي 48 ولايه، اسعار يعني هائله. وكيفاش يعني جاتني هذه الفكره؟ انا كنت عايش حياتي كاع، كنت عايش في الغربه، كنت عايش في ما بين انجلترا وامريكا. كنت عايش تما، كانت عندي عقده، كانوا عندي بزاف اصدقاء مختلف في البلدان، كل واحد يفتخر لي ببلادو. انا كانت عندي العقده باسكو ما نعرفش بلادي. دونك ديسيديت ان بوجور هبطت للجزائر. هبطت للجزائر وديسيديت نعمل بزاف ولايات ما نديكوفري. ويعني البرومي بوان دونك راجعني الولايه الاولى اللي دخلت لها، شفت بحار تولوج كذا، من بعد رحت لتيميمون، دخلت لتيميمون الصحراء. ديجا كيفاش يضيفوك الاستضافه لتماك، يرحبوا بك وتشوفي هذيك غير دير واحد يدير تاي في العرق هذاك، ما كانت يعني سيتي دي مومون ماجيك. تماك جاتني فكره، قلت لازم نروج للسياحه في الجزائر، لازم نبيع بلادي، باسكو عندنا بلاد بزاف شابه فيها 2 ملايين كيلومتر مربع غير صحراء، راهي كونتينون 1600 كيلومتر غير دو كوت، بصح الجزائر ما يعرفوهاش الناس. تسمى سي ميم با لو توريزم، سي ميم با اون سورس دو ريفينو، تسمى ماشي حاجه. تسمى قلت لازم نروج هذه الفكره. وكي كانوا عندي اصدقاء يعني كي بارتاجي لا ميم باسيون كو لا ميان، يحبوا ثاني بلادهم، تسمى ديسيدينا كيف هكذايا. قلت لهم هذوما الاصدقاء سي ما بين ممثلين، رياضيين، مغنيين معروفين بزاف ويحبوهم بزاف. معنا في الكواليس الامانة، نحييكم كنتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. هذا بالنسبه للفكره يسير، لكن حابه نعرف انه بدايه المشروع كيفاش كانت؟ بدايه المشروع وحابه نعرف خاصه وزاره السياحه والصناعه التقليديه كيف قامت بواجبها تجاهكم؟ كي بدينا هذوما الممثلين والرياضيين امنوا بالبروجي، قلت لهم ايا نبدا ونلونسي، ودرنا يعني بري كونفيرونس في ريستوران هكذايا، تلاقينا قلنا لهم ايا نديروا حاجه تما باش نديسيدو باش نديروا بروجي، وفيكسينا البروجي وامنوا كذا. ومن بعد سيتي باغ ان سامبل ميساج،
ميساج انستغرام مع وزاره مينيستير دو توريزم وزاره السياحه، السلام عليكم حبينا نشوفكم. قالوا لنا مرحبا بكم مدام ولاي الله يذكرها بالخير ديكتريس دو كومونيكاسيون، مرحبا بكم ديما ا 10 اذا رحنا بدينا نشوفوا مدام ولا عجبها بزاف البروجي، طلعت لنا المدام ولا قالت لنا البروجي تاعكم انتريسون، بعد طلعت لنا السكرتير جينيرال وبعد عجبهم كنا كاع كيف كيف عجبهم بزاف البروجي باسكو درنا ابليكاسيون سهلوا لنا سيتي دي بون بري تو. قال وشافوا باللي احنا معظمنا كاع يحبوا لي جون قدي انا جي 25 عام كاع يحبوا يروح يعيشوا في الغربه. شغل انا باغمي لي غاغ اللي كنا في الغربه حبينا نجوا نعيشوا في الجزائر باش نجيبوا البوزيتيف تاع ليترونجي نجيبوه هنا في الجزائر. دونك حكيت لهم حكايتي عجبهم بزاف البروجي، شافوا البروجي شافوا باسكو جو في دي فواياج دون لي كانتي ولايا دي ريستورون دي سبا دي ستاسيون ثيرمال، يعني كلش كيجي كيجي سياح واحد يجوز هنا دي فاكونس يلقى كلش اكا ديسبوزيسيون. تسمى لا سيكريتير جينيرال ثاني عجبهم بيان البروجي كذا، بعد قالت لنا غدوه ندير لكم لقاء مع لي الوزير. غدوه من ذاك رحنا هكذاك سيتي تالمون رابيد سيتي بزاف هكذاك سرعه هائله شغل شفنا هكذا يعجبهم بروجي. قالت لنا غدوه ندير لكم لقاء، جبت معايا هذوما لي ليدر تاعي لي زاكتور هكذا وكاع يحبوا البلاد كي تشوف فيهم كاع يحبوا البلاد وكل واحد كيفاش واحد يعني بلاغ تاعو يجوز الميساج اكتر مغني يغني على البلاد كل واحد كيفاش وواحد رياضي يلعب على البلاد كيما هذا يعقوب مالك كوثر وعلى بزاف هكذا تقول كل واحد قدم حاجه للبلاد. بصح دوكا تعاونوا معا لتعزيز مجد الجزائر هو السلوغون تاع لا سوسيتي تاعنا. دونك بعد شفنا مع علي الوزير عجبو ثاني بزاف البروجي معنا هكذايا و فوالا دونك سهلونا بزاف الامور. بعد عرضونا في لي كونفيرونس تاع لي شونس تاع التوريزم هنا ثاني لا فور دو توريزم قال لهم اروح سي انتريسون بور فو، سهلنا بزاف الامور بارابور او زوتيل بارابور دونك سي تري جونتي يعني وقفوا معنا وقفوا معنا بزاف يعني سهلوا لنا الامور. وحنا ماذا بينا تسمى نحمروا لهم وجههم ما داروش هذا كاع شي في باطل. دونك اون فالونسي وان شاء الله تسمعوا به وان شاء الله اكيد نتمناو نكونوا اول من يسافر معكم عبر الوطن قريب ان شاء الله في فيبواياج ان شاء الله. هو موسم سياحه صحراويه ايضا بالتالي الطلبه ربما راح يشاركوا نخبه كبيره من المجتمع اللي راح تشارك واول من شارك في مشروعكم هي وزاره السياحه والصناعه التقليديه. ربما الشيء اللي لاحظناه هو العمل الموحد اللي يقوم به سواء معالي الوزير او المكلفه بالاتصال السيده مولاي. هذا شيء انا نعتبره ماهوش غريب على وزاره السياحه لانه لما تكون يسير لما تكون ربما هذا الشيء لاحظتوه الايمان بالوطن ثم الايمان بالمؤسسه اللي انا نشتغل فيها هذا الشيء هو اللي راح ينجح المشروع. صح صح. ما حسولناش اسمحي لي ما حسولناش باللي وزاره السياحه ولا شغل عملونا كل شغل رانا معاهم ديجا شغل واش راكم حابين واش يافي با بروتوكول. نعم. تما لاكتريس برانسيبال يعني الممثل الرئيسي هو الجزائر هذا واش حسيت ما كي هضرت معاهم تما ماشي عليا ولا عليهم هما قدموا لنا كلش باسكو هما محبين ثاني نقدم يخدموا فعلا. يعني البلوس للجزائر وانا حبيت هكذا دونك عندنا هدف مشترك اللي قدرنا نديروا نلحقوا هنايا ومازال ان شاء الله. فعلا وجميعنا شريك مهم في ترويج السياحه الجزائريه. خاصة قبل ما نسافروا الخارج نفكروا اننا نسافروا للجزائر كما قال ياسر خاصه في ميدان السياحه يعني قلتي التدخل تاع الوزاره يعني خاصه في ميدان السياحه لازم لامبليكاسيون دو تو الموند سواء ليتا اي البريفي وخاصه في هذا الصالون هو اللي يجمع الجميع لانه نشوفوا كل المؤسسات المجالات لي زوتيل لي كومبلكس الناس اللي تدي لهذه الاماكن فيكون ان كومبلكس ان كومبلكس سيتي اللي على فان كما قال هو لوبجيكتيف عندنا واحد اللي هو لو توريزم الجزائري. مازال الان يعني ذكرت انت اشياء كثيره وخاصه في الوقت اللي رانا فيه لي ريزو سوسيو اكسيتيرا الناس راهي تدهش كاين ناس انا نعرفهم لاني كانت عندي فورماسيون في امريكا ما على بالهمش بلي في الجزائر مثلا كاين ثلج ما على بالهم يحسبوها بلي صحراء وحتى الصحراء مش جميله يعني صحراء قاحله لو كي تروح جانت ولا تيميمون سبحان الله توحدي الله. فاكيد عن طريق الشباب لي ريزو سوسيو اكسيتيرا ولات صوره اخرى للجزائر الناس تشوف الجزائر بطريقه اخرى اللي هي قاره اللي فيها عده يعني كما قال البحر عندك الجبال والثلوج قاره صاحبه الوجهات المتعدده وطلعوا للخديجه والجبال في الثلوج يعني حاجه ما شاء طيب الله. نسينا صراحه من خلال شركه ماغما ما هي ربما المشاريع التي فعلا تخدم السياحه الجزائريه وكانت لافته للنظر في رايكم؟
المشروع اللي ثاني تكلمنا معها مع السيدة الوزير انه يتكون اون بلاتفورم ان سيت ويب اللي يكون فيه كامل البرودوي ارتيزانال يعني الارتيزانا. وكما تعرفي بزاف يخدموا الارتيزانا من البيت خاصه النساء وهي خطيها البيع ولا تروح ولا سودي بلاس هي ماذا بها تركز في اعمالها ومع ذوكا مع الاي بيمنت اللي تخل ومع ذوكا ولات اسهل انها تبيع عبر الانترنت ومن بيتها تكون عالميه يعني في ذوكا كل لا تكنولوجيا لا بورتي دو تو الموند يعني قادره فاسيلمون تصور البرودوي تاعها وتبيع. فالعمل اللي نقوم به هو يكون عندنا سيت ويب موحد اللي يكون فيه كامل هذا الارتيزان برودوي ارتيزانال ويتسوق في الداخل وحتى في الخارج ان شاء الله. وكاين ثاني دي غيد توريستيك دي زابليكاسيون سورتو افيك جو لوكاليزاسيون كاين بزاف لي غيد اللي يركزوا على كيما هو قال لي سيركوي لي زوتيل اي تو. وكاين دي سيركوي اللي يقول لك مثلا وين تروح ديري دي روندوني وين تروح ديري اسكالا سي بلوس توريزم سبورتيف. لاحظنا بلي بزاف ناس يجوا الجزائر سي بور لو سبور ويحوسوا على المناطق اللي يديروا فيها السبور وما كاش بزاف مام دي جيد في هذا الميدان. ودوكا الناس ولات تستعمل ابليكاسيون ما نجيش نسقسي فلان ولا فلان نجبد اسكو كاين ابليكاسيون في هذا المجال. فاذا جبد ابليكاسيون ويصيب يولي يجي ويحضروا يروحوا للاماكن ويروحوا. فهذا يمكن من بين لي زونتربريز لي بانون. وكاين ثاني لا ثوازيام لي سي تو سكي ثيرابي بال لو شيفال لو شيفال بارب لانه عنده خاصيه. هما كان اللي راهم يديروا لا ثيرابي في بلغاريا ومعروفه كثير انهم في العالم باسره يسافروا هذا المكان. وبارمي لي ستارت اب قلعت تدير هذا لا ثيرابي هنا في الجزائر بلو شوفال بارب وراهي عليها طلبيه كثيره. تسيد المشروع ولا راهو في الطريق. راهو في الطريق لانه اذا على بالك كاين نسبه كبيره من لوتيزم لي زوتيست وحاليا لو تريتمون تاعهم راهم يديروه عن طريق لو شيفال. لو شيفال وكان حتى توسكي ليدرشيب توسكي كذا كاين بزاف دي زاتولي في هذا الدومين بالاخر. فهي او ميم طون سي اون ثيرابي او ميم طون لانه لو شيفال باغ مشهور في المنطقه التيارت لاغواط. فراح يكون جوله كذلك في هذه المنطقه وراح تفتح ثاني باب اخر للتوريزم في هذه المناطق. مهم جدا انه يكون شيء جديد اكيد فاحنا نستقطب يعني من طرف نستقطب ناكدوا بزاف على هذه لينوفاسيون. يعني لينوفاسيون يمكن تكون حاجه بسيطه احنا دائما من داك نخلطوا بين لينفونسيون اي لينوفاسيون. وهي لينوفاسيون حاجه يمكن تكزيستي بسيطه بصح الناس ما انتبهتلهاش. فانا نفتح عليها نسلط عليها الضوء نفتح لها وتكون باب للبزنس واحد اخر وخاصه في التوريزم لما تفتحي باب صغير تفتحوا كثير من الابواب. لانه ديبلاسمون يروحوا من اجل يداوي يروح يولي في التوريزم يكتشف المناطق يدير سبور سور بلاس يروح لي زوتيل ويشري الارتيزانا وتفتح ابواب كثير. فعلا على ذكر لي زاكتيفيتي النشاطات يسير انا لما نقول انه هناك شاب يعني عنده مؤسسه ولا مشروع نستنى انه يعطيني شيء جديد. بالنسبه لمشروعكم نجولوا في 48 ولاية أنا راني معك لكن ما هو الجديد؟ أنا لما نسافر معكم نستنى أنه تعطيني شيء. أنا نقول لك وشنو هو الجديد. الجديد احنا شفنا بزاف حاجة في اليو ويصرى بزاف في الريزو سوسيو كل ما أنا يعني في الجزائر يديروا لزاجون دي فواياج دي فواياج ولا يقول لك بهذا البرين قد نروح لهذا البلاد بهذا البرين قد نروح لهذا البلاد. دونك أنا لي فواياج اللي درتهم يعني مام بالاسعار اللي دي سميك يقدر يفواياجي هو ولا فامي ديالو يقدر يديكوفري بلادو. وثاني شفت حاجه واحده اخرى كي ندير تصاور باسكو عندي اون ايكيب دو فوتوغراف لي جون كيما انا عندهم 20 21 سنه دونك اي سون اكسيلون. انا امنت بهم ويديروا ان روندو يعني مانيفيك اي سون اكسيلون في ليماج. كي ندير اون فوتو ولا يقول لك اون ديغي سي با لالجيري اون ديغي مي سي لالجيري لالجيري اللي شابات. انتم ما تعرفوش البلاد على بها راكو تهضروا. دونك الجديد هو يعني اسعار خياليه اللي راح اللي درتها انايا اسعار خياليه و جو توش اتو. يعني لو فات لي واحد يدخل عندي هنايا يكون معايا مومبر عنده يعني عنده ريدكسيون بلوس دو 100 اوتيل عنده غراس او مينيستير دو توريزم تانيك.